السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات الشيف حليمة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الخبيزات صغار، صراحة كيجيو جد رائعين بزاف. كتقدروا تقدموهم بحال ما هكذا الا جاكم بحال ما هكذا الضيوف او مثلا في المناسبات. صراحة كيجيو لذاذ بزاف ونفس الوقت صحيين. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمر المقادير الطريقة ديال التحضير. غادي نبداو الطريقه والمقادير نفس الوقت. عندي هنا 500 غرام من الدقيق، وعندي هنايا واحد المزيج من زرعه الكتان، معلقه كبيره والنافع، وحبه حلاوه الشمر واليانسون. غادي نضيف على الدقيق. عندي هنايا 15 غرام بودره الحليب، عندي 10 غرام من السكر، نحاولوا السكر من نضيفوش فوق الملح، 10 غرام من الملح، عندي 10 غرام من خميرة طارية، عفوا، ستين غرام من الزبدة. غادي نضيف أبيض بيضة، أبيض بيضة، غادي نمزج هاد العناصر حتى كينسجمو، وغادي نضيف 250 ملي من الماء يكون دافي. هالعجين كنحصلوا على واحد العجين بحال ما هكذا متماسك عفوا ولين. تقدروا بالنسبه للدقيق تضيفوا منه على حسب هذا، كل واحد كاين الدقيق اللي كيتشرب الماء وكاين اللي ما كيتشربش. كتقدري تضاعفي ليه هذا الماء وتقدري تزيدي الكميه ديال الدقيق. تقدروا تزيدوا من 500 غرام حتى ل 550 غرام. صافي، غادي نلفها بحال ما هكذا، نضيفها في واحد البول او اناء. صافي، وغادي نضيف عليها بلاستيك غذائي، صافي، وكنخلي هذا العجين حتى سيضعف ليا الحجم ديالو ورجع معاكم. بالنسبه للتزيين كنحتاجو زريعه الكتان، وكنحتاجو الخشخاش بافو، وكنحتاجو الزنجلان السمسم. غادي نضيف هاد العجين في الماء كتشوفوا على الطريقه، او تقدروا تخفقوا بيضه وتضيفوها. وغادي نضيفها بحال ما هكذا في هاد زريعه الكتان على هاد الطريقه هادي. كنحاول كتشوفوا هكذا نحصلوا عليها بحال ما هكذا. نحاولوا نبسطوها شويه لهاد الطريقه هادي. صافي، وغادي نضيفها في واحد الصينيه للفرن بنفس الطريقه. كنضيف العجين بحال ما هكذا في الماء، وغادي نضيفها في الخشخاش او البافو. شوفوا على هاد الطريقه هادي، صافي، كنحاول حتى هي كنبسطها بحال ما هكذا، وغادي نضيفها في صينيه للفرن الشكل الثالث. بحال ما هكذا كنضيفها في السمسم او الزنجلان. كنتمنى هاد الخبيزات اللي بالنافع وبهذا حبه حلاوه
كيجيو رائعين، تجربوهم وتردوا عليا، كيجيو لذاذ بزاف ونفس الوقت صحيين. كتشوفوا على الطريقه كنبسطها بحال ما هكذا، نحصل عليها بحال ما هكذا. انا غادي نستمر في هذه الطريقه حتى غنكمل هذه الوحدات كاملين اللي عندي ونرجع معكم. من بعد ما كملتهم بحال ما هكذا غادي نخليهم تقريبا واحد 10 تاع دقائق صافي، وغادي ندخلهم الفران. حراره الفرن 200 كتكون دائما على بحال ما هكذا، الشكل ديال الخبز كامله كتكون درجه هذا الفرن كتكون عاليه صافي. وغادي نرجع معكم نشوفوا الشكل النهائي كيفاش غادي نحصلوا عليهم. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الخبيزات، الصراحه كيجيو رائعين وكيجيو خفاف نفس الوقت وهشين، ونفس الوقت كيجيونا بحال ما هكذا كيجيونا صحيين كيف ما كنعرفوا، نافع وحبه حلاوه وزرعه الكتان صحيين بزاف. وبالنسبه حتى لوليداتنا وحتى الكبار كنتمنى هاد الخبيزات هذا يعجبوكم، كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا، وكنتمنى اي سيده وجدات هذا وصفه من الوصفات اللي كننزل حيت يكتبوا ليا كيقولوا لي بان الوصفات جربناهم والصراحه ناجحين. كنتمنى تصيفطوا ليا الرابط هذا ديال الفوتو في الصفحه ديالي ديال الفيسبوك، منزل الرابط اسفل الفيديو، شهيوه حليمه بالار. كنتمنى اللي سقمات شي وصفه من الوصفات ديالي تعمل ليا واحد الفوتو وتنزلها ليا في الصفحه ديال الفيسبوك ديالي، الصراحه غادي تفرحوني بزاف بزاف. وكنتمنى التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم والتعليقات ديالكم لانها حتى هي كتفرحني، واي سؤال مرحبا تكتبوه ليا في التعليقات. وكنتمنى تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ومع الاحباب، وكنتمنى دائما تكليكيوا على الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم كل ما هو جديد من الوصفات. وبالصحة والراحة إلى وصفة قادمة إن شاء الله.